يعمل الجميع داخل بعثة نادي الاتحاد السعودي بالإمارات في اليوم الذي يسبق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونظيره الإيراني دوب أهان على التركيز بالمواجهة الهامة لذهاب دور 16 لدوري أبطال آسيا. ولكن أيضا يعقد المؤتمر الصحفي للحديث عن أبرز النقاط قبل اللقاء وتخفيف الضغط عن اللاعبين في معظم الأحيان. وهذا ما فعله تشيلي خوسي لويس سييرا المدير الفني للاتحاد الذي قال في المؤتمر الصحفي: متحمسون للغاية لبداية الموسم الجديد ونأمل انعكاس الأداء الجيد خلال التحضيرات على أرضية الملعب غدا. وأضاف سييرا: عملية اختيار اللاعبين الأجانب كانت صعبة واخترنا الأنسب للحصول على الأداء المثالي. قال أيضا: نتمنى أن يتأقلم الفريق بشكل سريع وخصوصا مع وجود أسماء جديدة في الفريق، وهذا هو سبب تواجدنا مبكرا في دبي، لقد جئنا لنأخذ وقتنا ونتأقلم على الأجواء. وعن ضغط المباريات في شهر أغسطس الجاري بين دوري أبطال آسيا والبطولة العربية ودوري المحترفين، قال مدرب العميد: ضغط المباريات الكبير في شهر أغسطس سيساعد العناصر الجديدة في الفريق على الانسجام بصورة أسرع. من جانبه قال حارس مرمى الفريق الاتحادي فواز القرني أثناء تواجده إلى جانب سييرا في المؤتمر الصحفي: طوينا صفحة الموسم الماضي وطموحنا كبير في بطولة آسيا واستعداداتنا كانت على أكمل وجه. وأضاف الحارس الأساسي لكتيبة النمور: نأمل أن تكون بدايتنا قوية وموفقة للموسم الجديد من خلال أهم المسابقات وهي دوري أبطال آسيا. وختم قائلا: نسعى بقدر الإمكان لدخول اللاعبين الجدد في أجواء الفريق لتحقيق الانسجام والفائدة القصوى من تواجدهم معنا. وقبل المؤتمر الصحفي كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقد الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد ودوبهان، وتقرر أن يرتدي العميد زيه التقليدي الأصفر والأسود على أن يرتدي أفراد الفريق الإيراني القمصان الخضراء. يذكر أن العميد سيواجه الفريق الإيراني مساء غد الاثنين على استاد الزعبيل بنادي الوصل في لقاء الذهاب لدور ثمن النهائي بدوري أبطال آسيا 2019. تسعى إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت للحفاظ على اللاعبين الشباب المتألقين مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عبر توقيع عقود احترافية طويلة الأجل معهم بعدما أثبتوا أحقيتهم في ارتداء قميص الفريق الأول وخاصة في المعسكر الإعدادي الأخير بالبرتغال. وأعلن الحساب الرسمي للعالمي على موقع التدوين قصيرة تويتر عن ذلك قائلا: وقع رئيس مجلس إدارة النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت اليوم عقدين احترافيين مع نجمين من نجوم النصر ومستقبله. وأضاف الحساب النصراوي: وقع الكابتن فراس البريكان عقدا احترافيا لمدة 4 سنوات، في حين وقع الكابتن أيمن يحيى عقدا احترافيا لمدة 4 سنوات. جاء ذلك بعد استشارة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الذي تناقش مع الإدارة وأكد على موافقته لتوقيع عقود احترافية مع اللاعبين الشباب. البريكان كان قد تألق وسجل هدفا رائعا في مرمى منتخب بنما بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس العالم للشباب، تحدث عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم وغرد حسابه الرسمي مؤكدا أن الهدف يشبه أهداف الأسطورة الهولندية دينيس بيركام واللاعب الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. وقالت تقارير صحفية سابقة أن خالد العطوي المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق والسابق للمنتخب السعودي تحت 19 عاما و20 عاما يريد الاستفادة من خدمات الهداف البريكان
خاصة وأنه يعلم إمكانياته الفنية والبدنية والتهديفية جيدا. بعد أن أشرف على تدريبه فترة توليه القيادة الفنية للأخضر، يذكر أن البريكان انضم إلى المنتخب السعودي الأول في أحد المعسكرات التحضيرية التي سبقت كأس الأمم الآسيوية الماضية، وطلب المدير الفني السابق للأخضر الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي انضمام البريكان إلى جانب العديد من اللاعبين الشباب الذين تألقوا وحصلوا على لقب كأس آسيا تحت 19 عاما. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ففي الوقت الذي أصبحت خطط المواجهات واضحة تماما واعتمدها المدربون بشكل كبير، كما استقرت فيه الأندية السعودية الأربع على قوائم الفرق التي ستلعب مباريات الذهاب لدور 16 بدور أبطال آسيا، تتعرض الأندية لصدمات لم تكن متوقعة على الإطلاق. فقبل ساعات من لقاء العميد الجداوي أمام نادي دوبهان الإيراني بملعب آل مكتوم في دبي، تسربت أنباء باحتمالية عدم خوض لاعب الفريق الأول التشيلي كارلوس فيلانويفا للمباراة بسبب إصابة تعرض لها في معسكر نادي الاتحاد في أبوظبي. وتقول التقارير وفقا لمصادر أن المدير الفني التشيلي لويس سييرا وضع في موقف حرج للغاية بعدما أعلن عن تواجد فيلانويفا ضمن الأربع الأجانب في قائمة الاتحاد بدور 16، وكان لفيلانويفا دور كبير في صناعة اللعب. إلا أن هناك تقارير أخرى من داخل معسكر العميد تؤكد احتمالية لعب فيلانويفا بالمباراة، خاصة وأن الإصابة التي تعرض لها كانت خفيفة ومنذ أيام، أي أنه قد يتعافى ويشارك في التدريبات النهائية اليوم قبل اللقاء. أما في مواجهة الكلاسيكو السعودي الأسيوي بين الهلال والأهلي، فالزعيم أعلن أمس عن تعرض الظهير الأيمن الدولي محمد البريك لإصابة في التمرين المسائي عبارة عن كدمة، وسيجري فحوصا طبية اليوم الأحد للوقوف على حالته، إلا أن إصابته قد تمنعه عن مباراة الأهلي. ويعتمد الروماني رازفالو شيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على البريك بشكل أساسي، وستشكل إصابته وعدم لحاقه بالمباراة صدمة كبرى لجماهير الزعيم التي تعول على الظهير الطائر لفتح ثغرات في الدفاع الأهلاوي، خاصة وأنه يتميز بانطلاقاته الرائعة والسريعة وعرضياته المتقنة. على الجانب الآخر في نفس المباراة، فإن التأكيد على مشاركة المحترف جانيني تافاريز مع الأهلي أمام الهلال لم يحسن بعد، فالإصابة التي تعرض لها في معسكر الفريق قبل اللقاء وهي عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، ورغم تسريب تقارير من الجهاز الطبي الأهلاوي عن إمكانية مشاركة جانيني في التدريبات، إلا أن الأمر ليس محسوم. جانيني ضمن الرباعي الأجنبي الذي اختاره المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إلى جانب السوري عمر السومة والبرازيلي جوزيف دي سوزا والصربي دانيل إليكسيتيش. أعلن نادي كلوب أمريكا المكسيكي توصله إلى اتفاق رسمي مع نادي بورتو البرتغالي لانتقال الكولومبي الدولي أوريبي لصفوفهم بعد منافسة الفريق البرتغالي مع نادي الهلال السعودي الذي كان يستهدف التعاقد مع أوريبي بشكل قوي. ولكن بيان النادي المكسيكي أكد خسارة إدارة نادي الهلال السعودي لصفقة أخرى كان يستهدفها الفريق. وأوضح البيان أن اللاعب سيقوم بالفحص الطبي في النادي البرتغالي لإعلان انتقاله بشكل رسمي لصفوفه، ولم يحدد الفريق المكسيكي القيمة التي دفعها بورتو للتعاقد مع اللاعب. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.